طبعا انت ما شاء الله تبارك الله بحكم زياراتك المتعدده والكثيره على المملكه، وخاصه وجودك في مكه وجده، وجدت اللهجه اكثر. اشبك يا ابوي انت هو هذا. اشبك يا شوف، هو انا احيانا احب ايوه كل ما اروح مكان اتعايش مع اللهجه بسرعه، تمام. يمكن هذه ملكه او حاجه. حلو. احيانا احفظ لحن اللهجه. طيب نبغاك الان تجاوبني بالطريقه الحجازيه والمكاويه ايش والجداويه. اجاوبك؟ يعني اي نعم. فكنا بنسال عن مكان، فقال الشاب اللي سالنا قال تشوف الدوار الثاني؟ ايوه ما تروح يمين، روح يسار، ثاني عمارة على اليمين. يعني في جمال حقيقه في اللهجة الجداوية، وهي نعم. تختلف عن المكاوية نعم شوية، وفي ألفاظ صعبة مو مرة يقول لك يعني. أيوة مو مرة، الرا مو مرة. في أشياء تفرط من الضحك. أنا المشكلة يعني لو كذا كان، لو حضرت لي حاجة على كذا. أكثر اللهجات اللي مسكت معاك يمكن هي اللهجة المكاوية. أيوة بس أنا أقلب مباشرة يعني على طول ترجع. أيوة يعني أنا رحت مرة من جدة للقصيم. أيوة فعلى طول حفظت اللحن، طريقة لحن أهل القصيم في جميل. الكلام حلو. أيوة. عشان تأخذ تعطي، فكان الشباب يتكلموا أريحية. عبد الرحمن هنا، ما جاك عبد الرحمن؟ فحفظته. يا سلام. قال بوه بس مرنم. أخذت النغم يعني. أيوة. جميل.